الو، اهلا وسهلا يا ام ياسر. اهلا يا حبيبتي، ازيك يا دكتوره ندى؟ الحمد لله رب العالمين يا فندم. انا هقول لك على مشكله بقى لي اسبوع ما بنامش يا دكتوره. نسال الله العفو والعافيه يا رب. ان شاء الله. انا ابني محبوس بقى له 10 شهور في قضيه في تحقيق. المهم مراته قاعده معايا، انا بعاملها بما يرضي الله كانها بنتي بالظبط. انا مش عايزاكي تبكي، حاولي امسكي نفسك. معلش غصبين عني. انا عشان مش عايزاكي انت تبكي، انا بالنسبه لي يعني انا نفسي لو ربنا يعيني اشيل الهم اللي على قلبك قد ما اقدر، لكن انا عايزاكي بس، انا زعلانه انك انت تبكي، مش عايزاكي تبكي. المهم احنا بيت عيله كلنا. ليا ابني سيلفي قاعد تحتي، اتفضح من شويه كده من يومين 10 ايام، كانوا بفرح وشاربين ونط عليها من البلكونه وتهجم عليها. اما تهجم عليها الله اعلم يا دكتوره ناديه ان كان عمل قبل كده ولا ايه، ما اعرفش. انا مش عايزه ارتكب ذنب. انا معايا 3 بنات متجوزاهم وكويسين الحمد لله. المهم دلوقتي انا مش عارفه الحل ازاي. ابني في الحبس بيقطع في نفسه من ساعه ما عرف، وما يعرفش ان هو مسها ولا جه ناحيتها. اعمل انا ايه دلوقتي؟ احنا مخبيين عليه، انا واخواته مرقبين مخبيين عليه. طب انت هو محبوس عشان ايه يا ام ياسر؟ هو كانت قضيه قديمه، كان قضيه مخدرات وقديمه بقى لها 4 سنين وخدوه. فلسه في تحقيق. يعني لسه ما يعني هو بس لسه ما حكمتش ولا حاجه عليه. لا لكن ان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله لو كان هو من اهل الصلاح وكان استقام وساب الكلام ده ربنا ينجيه ان شاء الله. وعلى كل حال ربنا ينجيه. نعم؟ استر عليها واخليها قاعده على ذمته ولا اعمل ايه؟ مش ما احنا مش يعني متاكدين يا ام ياسر. ايه؟ انت مش متاكده، انت بتقولي الله اعلم حصل ايه ما بينهم. لا متاكده. اتاكدتي ازاي يا فندم؟ اتاكدت يا ماما. اتاكدتي ازاي؟ يا فندم؟ انا حلفتها، انا واخواته بنصلي وعارفين ربنا الحمد لله. حلفتيها على؟ على يمين الله. ان هي دائمه. وسجلنا المكالمه للولد. اتضح ان اتضح ان هي مستمره. مستمره يا ام ياسر بدون تفاصيل، مستمره على الحال ده ولا كانت المره دي؟ يعني الله اعلم كانت مره ولا اتنين يا دكتوره نادية. الله اعلم يا بنتي. وبعدين؟ وبعدين انا مخليها في البيت، احنا في نار في البيت مش عارفين نمشيها وساكتين ما بنقولش حاجه. يعني انا هي معاها الولاد؟ ايه؟ معاها الولاد؟ لا معهوش، ما خلفش. يعني هي كده موجوده بس دون اولاد ولا شيء؟ انا كنت بحبها زي اولادي خالص. طب مش يمكن يعني احنا بس انتوا كده يعني كان نفسي تعملي الموضوع ده بينك وبينها، مش قدام اخواته قدام، وما كناش يعني زدنا في مساله البحث والتقصي والكلام ده بهذه الصوره عشان ما تتفضحش قدامكم، يعني كانت تبقى حضرتك بس، حضرتك بقلب ام تعمليها، لكن انتوا كده برضو الموضوع كده ما بقاش سر يعني. هو اعمل ايه طيب يا دكتوره ناديه؟ ما احنا من النار اللي احنا فيها، ما هو محبوس وده يحصل يا دكتوره؟ ما هو يعني محبوس في ايه برضه؟ ما هو محبوس في يعني في مصيبه هو جابها لنفسه، مخدرات. هو اللي عمل في نفسه كده. هو اللي عمل في نفسه وفي اسرته وفي حياته. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه للجميع، لكن هو مين اللي عمل كده؟ مين اللي ساب الزوجه دي بهذا المنظر؟ هو مخدرات ومش مخدرات، وبعدين هنطلعه ملاك في النهايه يا ام ياسر. هو مخطئ، هو اللي اخطا في حق نفسه وفي حق مراته وفي حق كل شيء. احنا الصوره دي يا ست ام ياسر، انت تقعدي تتكلمي مع البنت دي تشوفيها عايزه ايه بالظبط. اذا هي تطلب الطلاق يجي منها، ان احنا ما نفضحش، نستر بقى خلاص، هنسكت لغايه ما نشوف الوضع ينتهي على ايه. هو مثلا هيطلع وتستقيم الحياه، ولا الوضع هيبقى ايه بالظبط على الحاله اللي حضرتك بتحكيها؟ حضرتك بتقولي الاول قلتي لي انا مش عارفه الله اعلم ايه اللي دار ما بينهم، بعدين رجعتي قلتي احنا حلفناها وشفنا ايه وضعها فسجلنا مكالمه ومش سجلنا مكالمه، لكن المكالمه ممكن ما تبقاش المساله زنا كامل، ممكن يكون دون ذلك. وعلى كل حال برضو حته ان احنا نجيب اخواته ده فضيحه، لما يكون في موقف زي كده الناس تستر. يبقى مثلا انا امه، حد وعرفنا شيء ابتدي اخدها ننصحها يمكن تعود الى رشدها وهكذا، انما احنا على هذه الحال شبه فضحنا الامر. وإذا حضرتك سكتتي ممكن واحدة من البنات ما تسكتش على الحال ده، فأنت تتكلمي معاها قولي لها الوضع بتاعك كده يعني أشبح إن أنت قلتي لإخواته بقى في نوع من المعرفة، يا إما أنت تطلبي الطلاق وانتهينا ويبقى كل واحد يروح لحاله على هذه الحال وتخليها تطلع
من هذا الموضوع، لان هو عمره ما هيطلع يقبل هذا الامر على نفسه، انه عارف انها مع فلان ده وكلمت فلان ده ومارسوا الزنا، اذا كنتم متاكدين من هذا الامر. انما حضرتك كلامك في الاول غير كلامك في النهايه يا ام ياسر. قلتي الله اعلم ماذا حدث بينهما، وبعد كده قلتي حلفناها وسجلنا مكالمه انه كان في شيء. ايه الشيء؟ برضو حضرتك ما افصحتيش كان زنا او غير زنا. انا عايزه بس تستهدي ربنا كده، تستهدي كده بالله، وبعد كده تقعدي مع نفسك وتفكري عشان ما نظلمش حد معانا، وفي نفس الوقت ما نبقاش احنا اللي بنسعى في خراب، وفي ذات الوقت مش عايزين ابننا يكون على يعني، لان انتوا خلاص عرفتوا وحلفتوها ووضحتوا الامر واشهرتوه ومخبتوش الحال على هذه، يعني ما سترتوش على هذه الفتاه. فارجو من الله سبحانه وتعالى انه يوفقكم الى القرار المظبوط. المساله دي يا جماعه صعب جدا ان انا اجي اقول لا اعملي كذا، لا دي تتطلق، لا دي ما تتطلقش، لا، لان التفاصيل انا مش عارفاها. وبعدين بنتكلم على ابننا كانه يعني قديس، وابننا راح ممسوك او تحقيق خاص بمخدرات، يعني انت سلوكك مش مظبوط. وفي نفس الوقت انا ما اعرفش دقيقه ما حدث بينها وبين ذلك القريب الذي لكم. فانا اتمنى ان احنا نقعد كده قعده حق مع ربنا يعني ومع انفسنا، نشوف يمكن تابت وعادت الى الله، ولا هي مصره على ما هي عليه، ولا نسترها وناخد بايديها يمكن ترجع ونستر وما نقولش للزوج حاجه ولا نفسد فيما بينهما. يعني انا بفتح مع حضرتك وحضرتك تقعدوا كده مع نفسكم تاخدوا القرار المناسب. هل هي متاكدين من زنا كامل ولا لا؟ هل هي قطعت علاقتها بهذا الشاب ولا لا؟ هل ابننا مدى تعلقه بهذه الزوجه او عدم تعلقه بيها؟ يمكن احنا ظلمناها في شيء، او هو ضغط بضغط نفسي عليها معين مش مبرر للخطا اللي عملته. لكن مش عايزين نكون بصوره فجه، يمكن تابت وعادت الى ربنا فبناخد بايديها ونستر عليها وبلاش نخبر. ويبقى هذا، هل البنات احنا متاكدين انه مش هيخبروا عشان ما يجيش بقى يعمل مشكله، هتبقى تخشوا بقى تلاقوا نفسكم المساله قلبت لقتل ودخلوا واتخانقوا مع بعض. فكل الامور دي انا بفتحها واحنا نقعد مع نفسنا نشوف ايه القرار المناسب بالنسبه لنا. انما انا اسمع السؤال في 5 دقائق واقرر شيء بهذه الخطوره، لا يا ام ياسر.